أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السلام عليكم خويا، انت من ضحايا ديال تسرب الغاز بجرف اصفر، ممكن تحكي لنا شوقا عليكم في ديك الليله؟ نحكي لك ولدي، راه ما كاش ندوي تبقى داك الشيء ظهر نستدعي كيدير لنا واحد الراديوات، ولكن داك الراديو ديال العظم كيخليو داك الشيء كلشي عندهم، بغاو يعطيونا لا دابا درني انا تحت بوطي كنقيد شحاشك مشيت للطواليت داك الشيء مزير عليا. دابا انا ملي كنمشي عندهم كنقول لهم دوزوا لي شي راديو ولا شنو، كيدوزو كيخليوه، كتجي عندنا الطبيبه كتقول لك هذاك الشيء راه عندكم مزيان صافي تسناو تخرج. باش نخرج انا ما كاش نتنفس، دابا السيروم الى حيدوا لي كنظن ريحه الماكله ما كنشمها، ما كنقدش كنشم شي حاجه كنظن تبوبه، عاد الماء والحليب كنشربو ممكن عاود نرد الحاجه اللي مديره لي السيروم هما حيدوا لي اليوم، عطوني واحد الشهاده طبيه فيها 5 ايام ونخرج وانا ما قادش نهضر. والمراه عندي دابا انا قريبة تولد عارف داخله في شهرها في غنمشي، وعندي كرا دابا كتسني 3 شهور ديال الكرا، اش غندير؟ ما عنديش شي حل، كنضربو مع المسؤولين يوقفو معانا. دابا واش كاين شي تحسن في الحالة الصحية ديالك ولا مازال الوضع هو هو؟ باقي صدري كنحس بحال المرورية فيه، ما كتشد الهضرة بزاف راه كنتقلق. الا جاو عندي العائلة ديالي وقفوا حدايا هنايا مع داك النفس ديالهم وانا كنزير كنولي نقول لهم كنولي نصيفط. والمسؤولين عندكم في الشركة واش قاموا معكم بالواجب كما ينبغي؟ شوف انا مني فقت من الغيبوبة، مني من وراه ما بقيتش حتى شي واحد. يعني من النهار اللي جابكم المستشفى ما بقاوش زاروكم؟ ما بقاو الشاف هذيك النهار جا صورنا صافي وزاد قال الله يجيب الشفاء وزاد. خش مع واحد ونص ديال الليل غادي الطوارئ كنشم ريحه ديال شي حاجه حرقتني في عيني الكبريت، غسلت بالماء وتميت جاي خارج عاوتاني هبط هذاك البرودوي بزاف حرقني في عيني. انا اول واحد شميت هذاك البرودوي، ملي تميت جاي تغمضوا لي عيني مبقيتش كنشوف، تميت جاي كيبني بنادم تمشي خارج دايما الماسكات